على قمه جبل شاهق تقع قلعه القاره التاريخيه الواقعه في اطار مديريه يافع رصد محافظه ابين اليمنيه. وتعتبر قلعه القاره من اشهر واجمل واروع القلاع الاثريه والتاريخيه في يافع واليمن اجمع، كونها تختزل رصيدا تاريخيا ضاربا بجذوره في الاعماق، فما تزال القارة محتفظة برونقها الجميل وما تكتنزه من قصور ومساجد وسهاريج وأضرحة ومدافن. تحتضن القارة فوق قلعتها ما يقارب 25 قصراً أغلبها مكون من 4 إلى 6 طوابق. قلعة القارة في يافع اليمنية هي حاضرة السلطنة العفيفة على مدى حوالي 4 قرون منذ تأسيسها في منتصف القرن العاشر الهجري تقريبا، وما زالت تشمخ بقصورها وحصونها. إن جمال القارة يفوق كل وصف، فموقعها الذي تتربع عليه فريد في نوعه، فالزائر للقارة ينبهر بما أبدعته يد الخالق سبحانه وتعالى. وتعتبر القارة متنفساً ومزاراً سياحياً تسحر الزائرين بجمالها البديع وطبيعتها الخلابة.